مع سعد الصغير سلطان البهجة. أنا عايز أقول لكم النهاردة كنت بتفرج عليه، وبعدين كان في حلقة ليه بتتذاع، عملوا فيه مقلب في فرح، والعروسة بتقول له هيجوزوني راجل كبير ومن فضلك انقذ حياتي، يقوم يعمل فيها شهم في صحيح. يعني انت كنت عارف المقلب ولا ما كنتش عارف؟ اصل واحده جايه بتقول لي، عارفه الموضوع بيخش عليك، انت رايحه فرح وش كلها صغيره البنت، فطبعا هيتجوزوها وبتاع، واحنا تطار لو مسكنا الفرح كله هنضربه. فعملت فيها شهم عشان بس دول معايا لو الواحد هجري. لا عملت فيها شهم، وبيزعل امها، انت هتجوزيها راجل كبير حرام عليكي. دي مش ام، دي ده هيزبونا، قولي اي حاجه، دي مش ام. مش ممكن. وكل شويه تقول لي انا زرفاك، انا اللي زرفاك الفلوس. هي اللي زرفاك. عايز اقول لك بيبقى بيني مواقف كتير زي الحاجات دي. ما انا عايز اعرف بقى الافراح بقى، اغرب المواقف في فرح يعني. دخلنا على فرح، انت عارف حضرتك تحس انه كله ساكت. عارفه. اتقر ام العريس، انا بقول اغنيه اسمها اوعى حد فيكم زعل ام العريس. ومين اللي دافع الفلوس بقى؟ ام العروسه. خد يا واد. وسط مفيش حد بيتكلم خالص. خد يا واد، انا اللي مديها جابلك الفلوس يا واد. قلت لها حاضر يا حاجه. قالت لي بقول لك، ولا ام العريس واتاريهم هم متخانقين، الجوازه غصب عنهم ولا ايه؟ والاغنيه جايه غلط. غلط. رحت جايبه لام العريس، عايز اعرف ايه الموضوع بقى. يا حاجه وبتاع، امي مش شايفه. قلت لي بقول لك ايه يا اخويا، شايف ما فيش علبه جاتوه جات للواد مش عارف محمد، كل الموضوع عشان الاكل اصلا. حاجات غريبه بتعمل بيني في الافراح كتير جدا. لا لازم تقول لنا. طب ما فيش فرح كده زمان انت كنت بتعمل افراح كتيره بقى في الشارع والحاجات دي؟ ده مواضيع تاني. ده كنت وكان زي الافلام كده، كراسي والضرب والبتاع تشتغل. بص عندنا الافراح، حضرتك احكي لك موقف يعني. عندنا بقى اللي هم في عندنا افراح اللي هم عارف الناس الجدعان دي، موضوع تاني. وفي افراح بقى واحد لسه طالع من السجن. وهم بيلموا له عشان يجيب عربيه ميكروباص، عشان يجيب بيلموا له نقطه نقطه عشان يجيب اي حاجه. فتلاقي كل الفرح بقى مجرمين قاعدين كده. قاعدين في الارض؟ ورا بعض. لا خليك قاعد كده، انزل لي عليه بالكاميرا. استنى معلق لك بقى. واحد يجيب يا جماعه 100 جنيه، واحد 100 جنيه. هات 100 جنيه ولا 50، انا ما اعطيهمش 10 جنيه. مش هيديك ولا جنيه حتى. هات كده. لا تفيد الفرقه، اللهم صل على النبي. هنرجعها. هات يا ريس. اهلي دان. ارجعها بقى؟ ايوه. مدير الامن اللي معاهم شغال. انت مدير الامن اهو. شكرا يا ريس. خلي التليفونات. لا مش التليفونات كمان بنقطوا بيها؟ بنقطوا بالتليفونات. الكاميرا. خليكم معايا رجاله بقى. كاميرا كام؟ ثلاثه. هتاخده بقى. يلا رجاله. قاعد على الارض. ايوه. قاعد كده. ايوه وبعدين؟ واحد يا جماعه يجي نبطش يجي معايا، تعالى مزمز. تعالى مزمز. تعالى مزمز. مزمز. طب فين يا مزمز؟ مد على قفانا. ايه القعده دي بالظبط يا ساعة؟ ده قعده العيال ايه مسجلين، واقف كده وده نبطش الفرح، نبطش الفرح بس تكل. ده فرح يا جماعه لايف لايف. واحد لسه طالع من السجن وبيعملوا فرح بقى. وده بينقط. الفرح. الفرح. والدنيا دي كلها. والدنيا كلها. عم عمك كخة. عم محمد كخة. عمي. عمي. وعلى راسي. وعلى راسي. وانا. وانا. مش صلاة على النبي. مش صلاة على النبي. كخة الأصلي. كخة الأصلي. وطالما قلنا كخة. وطالما قلنا كخة. أسمع عظيمة يا مصر. عظيمة يا مصر. الفرح. الفرح. عم تنزل انت عم عشان انزل. تنزل هنا يا عم. انزل. مش جايب. ايوه. استنى. انا. انا. عاوز من كلمة انا. عاوز من كلمة انا. كخ الاصلي. كخ الاصلي. عسل يا عم. ايه كخ؟ انا قعدت لك اهو كخ. والصلاة على النبي. الصلاة على النبي. ايوه. من حي الاستاذة. من حي الاستاذة. ونقول لها. ونقول لها. عقبال اولادك. عقبال اولادك. ايوه. وبعد اذن الناس كلها موجودين. بعد اذن الناس كلها موجودين. بعد اذن الناس كلها الموجودين. انا عايز اسكندريه. بحي اسكندريه. 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 البحر بحرنا. البحر بحرنا. على ابونا وجدنا. على ابونا وجدنا. فرحة 15. فرحة 15. اللول. 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 امان اللول. امان اللول. ابي الصلاة على النبي. شبرا. 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 او عسل شبرا. عسل شبرا. وكل الناس الموجودة. كل الناس الموجودة. وبعد اذن الناس على الطلاق بالثلاثة. عايز اسمع السلام. صمت. السلام صمت عشان مبسط الفرح. صمت يا عم انت اهو. سلام صمت. لا في حد في حد اللي تنفس. انا تمام يابا، في ايه؟ انا ما اقول لك اسمع سلام صمت. خلاص يا سلام. نسمع سلام لكل الدنيا والدقيقه وكل الناس اللي موجودين.